السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع لكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح نتكلم فيه عن آخر الأحداث اللي صارت بعد التحديث الأخير. طبعا أول شيء صار طلع عندنا اليوم اللي هي حديقة اللا نهاية. هاي من الأحداث للناس، في بعض الأشخاص يفضلونها لأن تحصل على معدات تساعدك أن أنت تقوي الشخصية اللي عندك بشكل أكبر، خاصة أنه ما في تسريعات وقت اللي تنتج الموارد. قصص إيان راح تخلص اليوم، تكلمنا عنها قبل. الشيء الثاني عندنا أسبوع العائلة. أسبوع العائلة تكلموا عنه أنه راح يبدي خلال أسبوع بعد التحديث، بس أشوف أنه بعد يومين بدا. فكرة الحدث هاي أنه 5 أيام، كل يوم فيه 3 مهام أو 3 أشياء فيها مهام. إحنا حاليا في اليوم الأول، تكمل المهام تحصل على جوائز ونقاط وأشياء. بعدها عندنا صور عائلة روك رايس أوف كيندوم. طبعا هاي الحدث تقدر تقول انه جماعي بين كل الموجودين في التحالف. قد ما تساهم ان يعني ان انت تحاول تكمل المهمة، راح تكون في مثل ما يسموها يعني لوحة الشرف. ما في جوائز، بس انه هي مثل لوحة الشرف. عندك مثلا تستخدم الخشب او ان انت تستخدم مجوهرات. طبعا الفرق بين الذهب والمجوهرات، الذهب راح يعطيك اطار حق الصورة، المجوهرات راح يعطيك هاي الكريستال الحمراء. شنو اسمها؟ دقيقة، اسمها جواهر. الجواهر راح يعطيك جوهرة. طبعا شلون تحصل على الاخشاب؟ عندك 3 طرق معروفة، ان تجمع موارد على الخريطة، او ان تجمع الموارد الموجودة داخل القلعة او المدينة، او ان تهزم البرابرة. هاي 3 طرق. طبعا الاشياء اللي تحصلها تقدر تشتري بها من هاي المكان، مترابطين معا. كل شيء تركه، حرفيا كل شيء تركه. اول شيء تركز عليه هي الرؤوس الذهبية، تمثال قائد اسطوري. قيمة الرأس راح يكلفك 1000 مجوهرات، يعني 1000 مجوهرة. احس كلمة غلط، 1000 مجوهرة. المهم طبعا اذا وصلت الى ليفل VIP 13 راح يطلع لك هاي تمثال قائد اسطوري، قيمتها 2000 ذهبة او 2000 جوهرة. بس في هاي الحدث لو تحسبها راح يطلع عليك ب1000 جوهرة. هاي الشيء لا تفوته، خاصة ان في 30 رأس تقدر تطور الابطال بشكل اسرع، خاصة ان الرؤوس اصعب شيء في اللعبة ان تحصلها، الرؤوس الذهبية. الحدث اللي بعد عندنا السباق ضد الزمن. طبعا فكرة ان انت تقتل اكبر عدد في وقت معين، اكبر عدد من البرابرة في وقت معين. في البداية راح يكون 5 دقائق، وكل ما تقتل برابرة اكثر راح تزيد المدة. وطبعا في جوائز حلوة، انا لحين ما لعبتها. وعندك 3 محاولات يومية، وأكثر نقطة تجيبها أو أكثر سكور راح تجيبه راح يسجل. يعني مثلا لو لعبت الأول جبت سكور عالي، وبعدها لعبت الجيم الثاني أو الثالث وجبت سكور أقل، راح يسجل أعلى سكور أو النقاط سجلتها. بالإضافة أن أنت راح تحصل جوائز، والأهم هي هاي الجوائز، فيها رؤوس ذهبية. بس يعني للأسف ان انت لازم تكون من اول 10 اشخاص عشان تحصل رؤوس، وهي تحتاج شوي منافسة. اذا كان عندك T5 راح يكون الوضع اسهل شوي، بس ويا T4 شوي صعب. طبعا اسبوع العائلة الجوائز الموجودة فيها يعني مو قوية، بس انها يعني تمثال قائد ملحمي يمكن اللي في بداية اللعبة بيكون ممتاز، بس يعني بالنسبة لي كلش مو مهم. عندك تسريعات، هاي الشيء المهم، مجلدات يعني. فالجوائز مو قوية، بس الأهم من هني هاي الجوائز اللي راح تحصلها من هني، هاي ممتازة. إذا جمعتها كلها مع بعض راح تكون جدا ممتازة. الشيء الأخير عندنا حامية الإمدادات. فكرتها مثل فكرة إن هاي الثور يطلع من مكان إلى ثاني، وأنت تحميه من البرابرة أو الأعداء اللي راح تجي تهجم عليه. بس الفكرة هني إن أنت هاي راح تكمل هاي المهمة بروحك. طبعا قبل كانت المهمة مع كل التحالف، بس هني راح تكون المهمة بروحك. فانت لازم تطلع 5 أبطال في نفس الوقت، هنطلع أقوى 5 أبطال عندك وتشوف شنو يعني اللي تقدر تحس ان تقدر تكمله. وعندك 4 محاولات، ونفس الشيء في جوائز لحين ما لعبتها. جوائز يعني مو قوية، بس يعني راح نبدي في أول مهمة راح ألعب حامية الإمدادات. والله محتار، أنا
اتوقع والله ما ادري، هو يفضل انك تلعب جحيم خاصة انه راح تحصل 3 جواهر عشان تشتري بها الروس، فما ادري بس ما في مشكلة راح العبها. واذا مثلا ما جبت سكور عالي راح العب في المحاولة الثانية راح العب جحيم. طبعا يفضل ان تطلع اقوى الشخصيات اللي عندك او الابطال. انا بعد الكوارث اللي سويتها في بداية اللعبة يعني حاليا ما عندي ابطال ذيك القوة. يلا خليه وياه. راح اطلع 5 مسيرات او 5 مسيرات. هاي ما راح تكون يعني قوية بس راح تكون دفاعية عشان يقدر مثلا يعالج الجنود. مو قوية خاصة ان انا ما عندي احد ويا ريتشارد ملفل. طلعنا كم 3 بعد باقي 2. هاي ولا جيد. الاخير اعتقد راح اخلي بوديكا، اخلي وياها من 117، اخلي ويا جون اثيلد. زين يلا، في نقطة نسيت اسويها ان شاء الله سويتها. لا اوكي، طبعا اخذت حرف الهجوم قوات 7% اللي هو حرف النار، ودفاع القوات 7%، بالإضافة أني راح أفعل زيارة قوة هجوم جميع القوات بنسبة 5% لمدة 12 ساعة. طبعا راح استخدمها هني وراح استخدمها في الحدث الثاني اللي هي قتل البرابرة بشكل أسرع. أعتقد شدي أوكي، راح نبدي، راح ألعب اللي هي كابوس أو جحيم، جحيم أعتقد اسمها. المهم راح العب اصعب شيء وما عندي تي 5 المشكله، فبتشوف اقدر اكملها او لا. هناك الكثير من المشاركين في الوقت الحالي، رجع ملاحظه. اوكي ساعات الحشد كامل. طبعا يقول لي ان في ناس واجد قالت تلعب هاي الحدث، فانطر شوي وبعدها العب. مثل ما تشوف فوق ساعات الحدث كامل، طبعا اذا كان شاغر تقدر تلعبها. العموم راح نرجع لها بعدين، حاليا راح العب الحدث الثاني بعدها راح ارجع اللي هي سباق ضد الزمن. طبعا ما ادري عن التفاصيل بالضبط شنو راح تكون، اول مره العب هاي التحدي، فان شاء الله ما اجيب العيد. هل انت مستعد لهذا التحدي؟ سيتم خصم فرصه التحدي اليوميه بمجرد البدء، يعني بحسب هاي الكلام ان كل يوم راح تكون عندك محاوله لمده 3 ايام. ابدا. وين يعني نقتل اي احد او انا ما عندي فكره. اوكي تقتل اي برابره. انسان كذي ما يصلح، المفروض اروح مكان فيه برابره قوتهم اقل. ما فكرت فيها، مفروض انقل قريتي الى مكان تكون فيه البرابرة بشكل اقل، يعني قوتهم مثلا 26 او 27. طبعا كل ما كان اعلى راح يكون اصعب، راح ياخذ وقت اكثر. المفروض كنت ارفع سعة اللي هي هاي سعة الجنود. هي هاي وين 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 زيارة ساعة القوات الجمع القادم. اوه لا، شي زين ان كل ما يكون البرابرة مستواهم اعلى راح تحصل على نقاط اكثر. هاي ما كنت مفكر فيها او ما كنت اعرفها. طبعا كل هذا يعتمد على صحة القادة اللي عندك، حدهم لين يموتون.
اوه هاي بعد ما فكرت فيه ان انت راح تحتاج نقاط الحرب. ما حسبنا حسابها هاي. بس زين عندي كفاية. يلا اسرع. حاليا باقي 6 دقائق 34 نقطة و 900 34900. طبعا اعلى واحد اعتقد شفته كان 140 وشي 140000 وشي. اللي بعده اسرع 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 اسرع. لا اوصل مكان ما في. امشي على طريق فيه على طول. لا هني اوكي. نشوف نقاط موجودة عندي 15000 شيء. ممتاز. على طول اللي بعد اسرع 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 اسرع. طبعا كل ما تقتل يعني يقل الوقت شوية ما يزيد بشكل كبير مثل اول قتلة. او يمكن يعتمد على قوة البرابرة مو متأكد. طبعا انا قاعد اجهز على طول من يخلصون ينتقلون على طول الى اللي بعده. باقي 4 دقائق 50 ثانية. حاليا 62700. يلا نبغى اكثر. يعني هو صعب جدا جدا صعب ان انت تكون من اول 10 يعني بدون تي 5 صعب. بس نحاول يعني نكون من اول من الاوائل. يعني هو صعب تكون من الاوائل يعني. خمسين راح يكون ممتاز ولو ان يعني على قولتهم طموح اعلى. شوف 50 له 92. اوه حتى 50 شوي فيها صعوبة. اسرع. راح اركز على قوتهم اكبر. راح اخلي الصغار لان ياخذون مني وقت وما احصل نقاط مثل اللي قوتهم اعلى. الحين راح نضرب هاي بعدين راح نضرب هاي ونواصل. اوه هني كل قليلين قوتهم. راح نرتفع فوق او ننزل تحت. ننزل تحت افضل. لا سويت خطأ. نقلتهم قبل ما يكملون القتل. باقي 3 دقائق. يلا اسرع. طبعا انا اخترت بعض الشخصيات لان هي خاصة حق البرابرة. طبعا هاي لازم اللي تسوي ان انت الشخصيات اللي تختارها تكون يفضل انها تكون خاصة حق البرابرة او عندها خاصيات البرابرة مثل بوديكا لوهر ميناموتو ساو تساو. يلا اللي بعده. باقي ما يبين دقيقتين و12 ثانية. لازم وصلت تقريبا نقطة 50 اللي هو ليفل 50. بايل هني تحت ما في شيء. اللي بعده. كم نقاط الحرب عندنا؟ 4000 وشيء. لا اوكي. هدايا لم يتم جمعها. شنو هدايا لم يتم جمعها؟
العموم نشوف. لا والله دخلت في مكان ما اقدر اطلع منه. الخطة ما ضبطت. كم باقي دقيقة وشي؟ يلا اسرع. هني للأسف ما في، لأن نهاية المكان بعد هيجي الحاجز. ستة وعشرين، يلا باقي أقل من دقيقة. 112,000 اللي بعده. أسرع، ما في أحد. ما في أحد قريب هني. وين؟ كلش ما في شيء. راح امشي هني عشان اوصل حق، بس راح اخسر وقت. 30 ثانية راح اخسر وقت. لا ما رسمت الخطة صح او الطريق صح، خسرت وقت للأسف. باقي أقل من 10 ثواني تقريبا. هاي النقاط اللي جبتها 125,300. توهقت ما كان في شيء قريب لي للأسف. تايم أب. ترتيب 14. أوه كلش ما توقعت 14. لا زين 14 زين، خاصة ان ما حطيت طريقة. هاي اول مرة العبها، ففي المحاولة الثانية والثالثة راح ان شاء الله نجيب سكور اعلى. 14 ما راح تحصل روز ذهبية، بس ان شاء الله راح احاول اجيب مركز اعلى. 14 125، اللي تحت 124. هاي اللي فوق T5 هاي الاول T5، الثاني T4. اجيب يعني هاي السكور، لا يعني مقبول. خلنا نشوف نقدر نلعب، بس راح ارجعهم اول. خلنا نشوف نقدر نلعب. شوف حاليا شاغر، فحاليا نقدر نلعب هاي المهمة. راح ارجعهم واطلعهم من جديد نفس الابطال الموجودين حاليا. يلا رجعتهم. اعتقد الفيديو راح يكون جدا طويل. راح نطلع ميناموتو وتساو تساو. خلنا نشوف عندي مصابين. لا والله في مصابين، خلنا نعالجهم، لان اتوقع ما راح اقدر اغطي كل الفرسان. هاي الجوائز اللي حصلتها من الحدث الاخير او المهمة اللي لعبتها اخر شيء، قتل برابرة ممتازة. العب اللعبة او المهمة اللي هي حماية الإمدادات. طبعا كل واحد راح أخليه في جهة، عشان لو جوك من كل جهة اللي تكون أنت قريب منهم. هذا راح أخليه مني، هذا أنت هني. بيريس قدام وريتشارد على هاي الجهة. وين رحت بعيد؟ بوديكا مني ولوهر فوق. يلا ايوة هاد قدم شوي. وبما ان ريتشارد بطيء فلازم تخليه يتقدم اكثر. المهمة تقريبا تاخذ 4 دقائق، قرابة ال4 دقائق. انت على هذا وانت على هذا، ميناموتو على هذا. مثل ما قلت، بما ان ريتشارد بطيء فلازم اخليه يقدم شوية. طبعا في الاخير راح توصل الى هدف، اللي هي مزرعة التحالف او اي مزرعة او اي
مكان خاص بالتحالف مثل هاي او اي واحدة اخشاب ساعات، يعتمد على موقع قريتك او مكان قريتك. راح اقدمهم شوي. انت بيرز خلي قدام لوهر مين موت تقدم بعد شوي. او لدينا صحبة، حلو حلو. بودي كما ما خلينا نشارك راح نخليه شارك. لدينا صحبة طبعا ريتشارد واي اس جي ما عليهم خوف حتى ياخذ وقت، بس ان الصحة مالته او الهيلث ما يخلص او ما يقل. بس عندك مثلا ميناموتو صدق انه قوي، بس ان الصحة عنده اضعف شوي. راح نجيب مساعدة. وين راح بيريز؟ دخل داخل داخل عالم التحالف. هو المفروض واحد يكون هاي الجهة والثاني واحد تحت واحد فوق واحد يمين واحد يسار، بس شوي دخلنا في منطقة شوي ضيقة. قدم يلا بوديكا تولى هاي الشخص. طبعا هاي الحادث جديد لدرجة انه مو معرب، تخيل يعني كل شيء بعد هو مو معرب. مع ان اللغة عندي اياها عربية. هي سهلة المفروض، توقعتها اصعب. ما ادري هي اصعب شي كانت، ما عنده فكرة مستوى بالنسبة حق مستوى الصعوبة. ما ادري شنو اخترت لانه ما احس انها هي صعبة. بوليكا خليك ورا. انت هني لوهر يا لوهر. هذا مو راضي يوقف، فنحتاج مساعدة ميناموتو لأن كان البرابر القبليين كانوا يوقفون. حشد بربري قادم. يلا حشد خلي على اثنين. ريتشارد قدام يا حبيبي روح. يلا قدموا تقدموا. اعتقد كملتها او في شيء راح يجي في الاخير. بوديكا طبعا هي اقوى شيء راح استخدم ضد ميناموتو ويا بيريز. يا حبيبي الجميع يهجم. هاي اخر شيء في الحدث، المفروض كملتها. اوه والله اخر ثواني او هيك شدي، باقي 10 ثواني كانت. خلنا نشوف اي مركز، ما ادري على اي اساس يحددون المركز. السرعة مثلا، سرعة اكمال المهمة 34، بس على اي اساس ما ادري 34. خلنا نشوف. اربعة مفاتيح ذهبية بالاضافة الى تسريعات مباني ومئة جوهرة. بس ما عندي فكرة طريقة شلون تحديد المراكز، يعني هل هي أسرع؟ اللي يهمنا آخر شيء، سيتم تصنيف الحكام وفقا لأعلى مستوى صعوبة تم اجتيازه، ثم على أساس درجات، ثم على أساس أعلى درجات تم تحقيقها في هذا المستوى من الصعوبة سيتم استلام. ما أدري والله. على العموم هاي كان كل الفيديو
لا تنسون اللايك فيفرت سبسكرايب. إن شاء الله ما طولت عليكم، هاي يمكن من أطول الفيديوهات اللي نزلتها في القناة، تقريبا أكثر من نص ساعة. نشوفكم في فيديوهات ثانية.